واشنطن والأوساط البريطانية بشكل عام تراقب كل صغيرة وكبيرة تجري من تظاهرات أنصار السيد مقتدى الصدر واقتحامهم للمنطقة الخضراء. وواحدة من أبسط هذه الأمثلة التي ظهرت هي قادمة من شركة ماكسار تكنولوجيز التي نشرت صورا قادمة من الأقمار الصناعية واضحة للساعات وللدقائق الأولى لعملية اقتحام المنطقة الخضراء في طبعا يوم أمس بكل تأكيد. وكانت الصور قادمة بهذا الشكل الذي ترونه، وطبعا هي توضح من خلال هذه المناطق هي كانت مناطق تقدم جماهير أنصار السيد مقتدى الصدر إلى المنطقة الخضراء كما تلاحظون. هنا طبعا ساحة التحرير، وهنا جسر الجمهورية، كان هنا التجمع الأول، وبعد ذلك كان هنالك تجمعا بهذا الاتجاه، وهذا هو التجمع الثالث القريب من البرلمان العراقي الذي يأتي بهذا الشكل. وبالنسبة للمنطقة الخضراء لهذه الجزئية فتأتي طبعا حدودها تقريبا بهذا الشكل الذي ترونه وتمتد بهذا الاتجاه، وبالتالي كانت هنالك رقابة كبيرة جدا لما يجري. وبالتالي دعونا نأخذ هذه المناطق من ساحة التحرير إلى هذه النقاط التي رأيناها إلى أقرب نقطة من البرلمان العراقي، وسنلاحظ أن الصور القادمة من ماكسار تكنولوجيز كانت مركزة دقيقة للغاية. هذه هي الجماهير، هذا هو جسر الجمهورية، هو لحظة التقدم. والنقطة الثانية التي تحدثنا عنها طبعا تأتي بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه، لحظة الجماهير الغفيرة الموجودة في هذه المنطقة. وكذلك بالنسبة للنقطة الأخيرة القريبة من البرلمان العراقي، واضح جدا من القمر الصناعي كيف أنها كانت متجمهرة قبل قد تكون ساعات أو حتى دقائق من عملية اقتحام البرلمان العراقي. وبالتالي هذه النقطة الأخيرة كانت هي النقطة الأقرب من أجل اقتحام البرلمان العراقي كما تلاحظون. كان التجمهر بهذا الاتجاه موجودا من أجل تحقيق الاقتحام، وفعلا هذا هو ما تم في نهاية المطاف. ما جرى هنا طبعا بكل تأكيد الغرب الآن وتحديدا The Guardian البريطانية، الأوساط البريطانية، هي بدأت تجد بأن الأمور محتدمة للغاية. ما يجري هنالك احتدام كبير جدا في الداخل العراقي، احتقان مختلف تماما عن كل الفترات الماضية. وبالتالي الجارديان البريطانية ركزت على هذا الموضوع بتفاصيل التفاصيل وقالت الآتي حول هذا الموضوع وحول ما جرى. تبدو هذه المواجهة أكثر تعقيدا وطول أمد من معظمها على مدى أكثر من عقدين من الجهود المبذولة لتجذير دولة ديمقراطية في العراق. وهذه طبعا المسألة التي نتحدث عنها هي تأتي لأسباب مهمة للغاية، هنالك العديد من الأسباب التي يجب أن ننتبه إليها. بالنسبة للتيار الصدري والإطار التنسيقي وما يجري بينهما هو أمر كبير للغاية، جعل كل الأوساط السياسية في الداخل العراقي والمراقبين السياسيين يتحدثون عن مصطلح الانسداد السياسي. بالتالي التيار الصدري الآن ببساطة جعل جماهيره تقتحم البرلمان العراقي مباشرة والسيطرة عليه، وبالتالي لا يمكن للبرلمان العراقي عقد أي جلسة من أجل أن يتمكن الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة بنفسه وتمرير مرشحه لرئاسة الوزراء هو السيد محمد شياع السوداني. وطبعا بالنسبة للتيار الصدري هو رافض تماما السيد محمد شياع السوداني أن يكون هو رئيس الوزراء العراقي القادم بكل تأكيد. بهذه الاستراتيجية كل شيء يتوقف، وطبعا هذه الاستراتيجية هي لا تأتي فقط بسبب اعتراضهم على السيد محمد شياع السوداني، لا أبدا، بل أن التيار الصدري قد واجه مشكلة عندما فاز في الانتخابات بالأغلبية وأصبحت بيده الأغلبية في البرلمان، وطبعا كان بيده أيضا فرصة تشكيل الحكومة بنفسه من خلال تحالف إنقاذ وطن. ولكن الأمر أن الإطار التنسيقي اتبع استراتيجية مهمة وكانت ناجحة، وهي استراتيجية الثلث المعطل، بالتالي ثلث البرلمان لا يحضر، تتعطل الجلسة، ولا يمكن للتيار الصدري أو للتحالف نفسه أن يشكل الحكومة. هذه كانت مشكلة حقيقية حدثت عددا من المرات، أصبح على يقين التيار الصدري بأن الأمور لن تصل إلى طريق، وعلى هذا الأساس اتخذوا قرارا وانسحبوا من العملية السياسية. والآن ها نحن نرى من الجماهير أن التيار الصدري يثبت نفسه بأنني لدي الجماهير، لدي الزخم، أنا من سأختار، أنا الأكثر جماهيرية طبعا في هذه المسألة وفي هذه المواجهة. وبالتالي الإطار التنسيقي أصبح في مشكلة حقيقية، وصلت إلى نقطة أنهم شكلوا عبارة عن مجموعة وشكلوا طبعا فريقا تفاوضيا من أجل التفاوض مع جهات الأساسية طبعا أو السياسية الموجودة في العراق، ولكن بشكل خاص مع التيار الصدري وهي برئاسة السيد هادي العامري. ولكن النقطة الأساسية أن قبل 20 دقيقة من الآن أو حتى أكثر بقليل
جاءت تغريدة السيد مقتدى الصدر لتقطع الطريق تماما على هذا الفريق التفاوضي القادم من الإطار التنسيقي. واعتبر السيد مقتدى الصدر مباشرة أن هذه الثورة هي ثورة عفوية سلمية حررت المنطقة الخضراء. وفي نفس الوقت هو وجد بأن القضية هذه تفتح باب هذه الثورة أنها فرصة أخرى لتبديد الظلام والظلامة والفساد والتفرد بالسلطة والولاء للخارج والمحاصصة. بالتالي هي فرصة لتغيير النظام السياسي، وبالتالي هنا تحول كبير جدا أن مسألة التفاوض على ما يبدو من خلال هذه التغريدة وصلت إلى طريق مغلق بالنسبة للإطار التنسيقي، وبالتالي نحن أمام انسداد حقيقي. هنا المسألة التي تراقبها واشنطن والأوساط البريطانية في نفس الوقت، هم يراقبون مسألة كبيرة جدا وما يجري بالنسبة لإيران. فإيران والأوساط الإيرانية منزعجة تماما على ما يبدو وما يجري في الداخل العراقي، وهذا الأمر أصبح واضحا من قبل صحيفة كيهان، الصحيفة المعروفة بأنها مقربة للمرشد الأعلى الإيراني. وبالتالي هي مثلا ذكرت واحدة من التفاصيل ووصفت وقالت بأن هنالك فتنة في بغداد، وكذلك أيضا إيران بالعربية على سبيل المثال أيضا تحدثت عن مسألة الفتنة وقالت أيها العراقيون الشرفاء احذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إضافة إلى ذلك أن كانت هنالك تفاصيل أيضا تأتي من الداخل الإيراني حول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني. الرجل جاءت هنالك كانت هنالك تقارير بأنه بعد الاقتحام الأول يوم الأربعاء الماضي لأنصار السيد مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء وللبرلمان العراقي، الرجل كان حاضرا في بغداد بحسب تفاصيل قادمة طبعا من صحيفة القبس الكويتية وكذلك عدد من التفاصيل الأخرى. ولكن هنالك تغيرات مرتبطة بهذا الرجل، التغيرات والتغييرات جاءت من عمق الداخل الإيراني بأن إسماعيل قاني تغير تماما وأصبح رجل مختلف هو الموجود من أجل إجراء المباحثات والمفاوضات في الداخل العراقي من أجل تهدئة الموقف الذي يبدو خطيرا عليهم. وقالت القبس الكويتية الآتي حول هذا الموضوع: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عين مبعوثا خاصا للعراق، وذلك بعد فشل قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاني في مسعاه خلال زيارته للعراق. وبالتالي نحن أمام موقف فعلا مختلف، موقف يختلف تماما عن المواقف السابقة بكل تأكيد. الأساس هنا بالنسبة لواشنطن وبالنسبة للغرب، هم بدأوا يرون على سبيل المثال The Guardian البريطانية ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فشلت في العراق بعد غزوها للعراق في عام 2003، وبالتالي الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية مثل باراك أوباما أو حتى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو حتى الرئيس الحالي الأمريكي جو بايدن في عامه الأول انسحبوا من العراق، وكان هذا طبعا فرصة كبيرة جدا، وفر فرصة عظيمة لإيران أن تقوي نفوذها في الداخل العراقي عن طريق فصائلها المسلحة أو الجهات السياسية التي تعمل عليها. ولكن الأمور بدأت تدخل في تغير الآن في المنطقة، تجد فيه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأنه فرصة لانحسار إيران على الأقل لتقليل النفوذ الإيراني ووصول إلى اتزان معين في العراق من أجل إنقاذ المنطقة من هذا الجسر البري والجسر الجوي الذي تعتمده إيران في المنطقة. تعتمد العراق جسر بري وجسر جوي في عملية نقل السلاح إلى سوريا ومنها طبعا إلى حزب الله، وكذلك على المستوى البشري وعلى مستوى السلاح. من الممكن لهذا الأمر أن يحل ليس من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، لا أبدا، بل مما يأتي من حلول في الداخل. فهذه الفصائل المسلحة أصبح وضع قلت الشعبية طبعا بالنسبة إليها، الشعبية لا تبدو قوية، هذا كان الأمر هو واضحا من خلال الانتخابات وخسارتهم الواضحة للانتخابات الأخيرة. وكذلك كانت هنالك ثورة تشرين حاضرة ضدهم أيضا، اليوم أنصار التيار الصدري هم حاضرين ضدهم ويندّدون ضد التدخل الإيراني والنفوذ الإيراني بشكل كبير. وبالتالي الوضع أصبح مقلقا بالنسبة للإيرانيين، وهذا يفتح فرصة جيدة جدا للولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما تتحدث عنه الأوساط الأمريكية والأوروبية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبحث بشكل واضح أن تستخدمها كأداة مع إيران في مسألة المفاوضات النووية، إن كانت هذه المفاوضات أو إن كانت مفاوضات أخرى، كون أن هذه الأداة التي تعتمدها إيران وصلت إلى مرحلة ضعف كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد نفوذا في العراق بقدر ما هو كما قلنا اتزان وعملية انسحاب لإيران
في المنطقة بشكل واضح، وهذا يأتي طبعا من ضمن استراتيجية كبيرة أمريكية، استراتيجية تركز عليها في الشرق الأوسط، تحدث عنها وتحدثوا عنها طبعا أبرز الكتاب والخبراء والدبلوماسيين الأمريكيين مثل دينيس روز وجيمس جيفري على الناشونال انترست الأمريكية، وركزوا تماما على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط مؤخرا، وكيف إن هذه الزيارة هي تعمل وتلعب أدوارا كبيرة جدا من أجل تقوية وجود الولايات المتحدة الأمريكية، وبأنها وبشكل مفاجئ للجميع بأنها زيارة كانت ناجحة، على الرغم من الكثير من الأوساط الأمريكية وصفوا بأن هذه الزيارة كانت فاشلة بسبب أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يبحث عن الحصول على ثقة المملكة العربية السعودية وضخ المزيد من الطاقة ومن النفط في السوق من أجل التخلص من المشاكل، مشاكل التضخم الكبيرة التي يعاني منها العالم بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبحسب طبعا الأوساط الأمريكية وغيرها من الغربية وحتى الشرق أوسطية وجدت بأنه فشل في الوصول إلى ذلك، فشل أيضا في تحقيق نيتو شرق أوسطي أو نيتو عربي من أجل مواجهة إيران، وبدأت دول مثل الإمارات العربية المتحدة تتحدث بأنها لن تكون جزءا من مثل هذه أو في مثل هذه المحاور ضد إيران، حتى المملكة العربية السعودية أكدت بأن ليس هنالك نقاشا حول هذه المسألة، وبالتالي كانت نوعا ما محرجة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بالنسبة لدينيس روز وجيمس جيفري على الناشونال انترست الأمريكية وجدوا أن الأمور مختلفة، فبالنسبة للتحالف أو حلف الناتو هو أمر لم يعمل عليه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لوحده، لا أبدا، بل كان هنالك رؤساء أمريكيين سابقين عملوا على هذا الأمر، نتحدث هنا عن هاري ترومان، عن دوايت آيزنهاور، وكذلك رونالد ريغان، كانوا يبحثون عن عملية تشكيل حلف في هذه المنطقة في واحدة من الفترات لمواجهة الاتحاد السوفيتي وغيرها، وليست لمواجهة إيران بشكل مباشر في الشرق الأوسط، لكنهم لم ينجحوا بسبب الصراعات الموجودة في المنطقة الشرق الأوسط، رغبة العراق، رغبة سوريا في فترة من الفترات لقيادة المنطقة، الصراع العربي الإسرائيلي، كل هذه الأمور منعت الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق هذا الحلف في هذه المنطقة مقارنة بأوروبا ومقارنة حتى بآسيا. الأمر الآن قد اختلف، هذا ما وجده طبعا دينيس روز وكذلك جيمس جيفري، وجدوا طبعا أن الأمور الآن تغيرت مع زيارة هذا الرجل إلى هذه المنطقة، أن طبعا روسيا، وجدوا بأن روسيا فتحت فرصة كبيرة جدا بعمليتها العسكرية أن يكون هنالك وعيا أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى المنطقة لبناء الثقة من جديد لقادة المنطقة في الشرق الأوسط، الذين بدأوا يجدوا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها بدأت تصبح شيئا فشيئا أضعف. تم التأكيد على قوة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الزيارة، وكذلك أن هذه الزيارة ستبني لعلاقات أكبر لمواجهة النفوذ الروسي والنفوذ الصيني الذي تعتبر رأس الحرب الخاصة بهم هي إيران في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هم ليسوا مضطرين للتدخل في العراق، ولكن ضبط مسألة هذا الصراع الكبير الذي تنظر إليه الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط. وذكرت الناشونال انترست الآتي حول هذا الموضوع: كانت رحلة بايدن تهدف لتحقيق أكثر من زيادة إنتاج النفط على المدى القريب، لقد عكست اعترافا أعمق بأن الشرق الأوسط والدول الرئيسة فيه مهمة في المنافسة طويلة المدى مع الروس والصينيين. هذه المسألة طبعا، ويجب أن ننتبه إلى قضية بأن روسيا والصين وكذلك إيران هي لا زالت قوية رغم كل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها، فإيران رغم كل هذا الكلام والتراجع الموجود إلا أنها لا زالت تمتلك النفوذ، لا زالت تمتلك القوة في المنطقة، ولا زالت قادرة على فعل الكثير واستغلال الكثير من الأمور. بدأت تحاول أن تقترب من المملكة العربية السعودية من الخليج العربي، استغلت الفراغات الموجودة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبين الخليج العربي في الفترة الأخيرة ومنذ عامه الأول، كذلك أن روسيا أيضا هي تمتلك اتفاقيات كبيرة جدا هي والصين مع إيران لسنين طوال، اتفاقيات استراتيجية، الصين لديها اتفاقية مثلا مع العراق، روسيا موجودة في العراق على مستوى شركات للطاقة وغيرها، روسيا أيضا تمتلك نفوذا أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، كذلك إيران تمتلك نفوذا أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. روسيا علينا أن ننتبه بأن أيضا تمتلك البحر المتوسط وهي مسيطرة عليه تماما، وهي شاغلت الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المستويات، شاغلتهم في قاعدة التنف، وتحديدا قاموا بتوجيه ضربة إلى مغاوير الثورة السورية التي تدربها الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك شاغلت الطائرات الروسية الولايات المتحدة الأمريكية شمال سوريا عندما كان التحالف الدولي يهدف إلى عملية إلقاء قبض على أحد
أخطر قيادات تنظيم داعش الإرهابي، والآن هنالك تفاصيل جديدة قادمة من المرصد السوري لحقوق الإنسان حول منطقة يطلق عليها اليعربية أو تيكوجر بهذا الاتجاه، أن روسيا الآن رتلا روسيا كبيرا للغاية دخل إلى تلك المنطقة التي تعتبر فيها نفوذ أمريكي كبير، دخلت إلى هذه المنطقة التي تعتبر حدودية طبعا مع إقليم كردستان في تحدي كبير للغاية، بل أن المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر هذه الصور التي ترونها طبعا بكل تأكيد لهذا الرتل الروسي الذي تلاحظونه بالعلم طبعا الخاص به بصور حصرية بالمرصد السوري لحقوق الإنسان. وعلينا أن ننتبه أيضا أن روسيا لا تتحدى فقط على المستوى السوري، وأنها تمتلك القوة الكبيرة جدا بالتعاون مع إيران بشكل مباشر بكل تأكيد، إلا أنها أيضا تتقدم في أوكرانيا، هي مستمرة في التقدم، هي تريد أن تحقق التقدم في الشرق الأوسط وفي شرق أوكرانيا بشكل مباشر وبشكل عان للغاية. هذه هي شرق أوكرانيا، وهذه هي طبعا الحدود الإدارية لإقليم دونباس، وهذه هي الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك والقوات الروسية. طبعا هي قد سيطرت على لوغانسك بأكملها، والسيطرة تأتي بهذا الاتجاه، التركيز الأكبر والتطورات الأكبر بالنسبة إليهم هي تأتي إلى هذا الاتجاه باتجاه دانييتسك إلى الشمال بالنسبة لدانييتسك طبعا، وكذلك هنالك تطور يأتي باتجاه سلوفيانسك، فالهدف الأساسي هو محاولة السيطرة على سلوفيانسك وكراماتورسك التي تأتي بهذا الاتجاه. هنالك تطورات مهمة جدا، دعونا نتوجه إلى سلوفيانسك تحديدا لنرى ما الذي يجري في المناطق الشمالية وكيف أن الأمور تطورت طبعا في هذه المنطقة، بالتالي بالتوقف بهذه المنطقة بهذا الاتجاه. فالقوات الأوكرانية الآن موجودة بهذه المنطقة ألا وهي سلوفيانسك التي نتحدث عنها، وهنا بارفينكوفا. التطورات الكبيرة التي تأتي في مناطق بهذا الاتجاه بالنسبة للقوات الأوكرانية هي تسيطر عليها، وهي ديمتريفكا وكذلك براسكيفكا بهذا الاتجاه، وكذلك هنا نوفا ديمتريفكا بهذا الاتجاه. القوات الروسية الآن ما تبحث عنه وبدأت تضغط عليه، هي بدأت تضغط على هاتين المدينتين براسكيفكا وكذلك ديمتريفكا بهذا الاتجاه، يحاولون من عملية اقتحامها طبعا مع ضغط وقصف على هذه المنطقة بأكملها، وهم موجودون أساسا في الليمن ويحاولون الدخول والضغط على هذه المناطق القادمة أيضا من سوليدار وكذلك من منطقة أخرى وهي سيفريسك التي سيطروا على سوليدار وسيطروا على سيفريسك في السابق، وبالتالي هم يحاولون الآن عملية الوصول إلى هاتين النقطتين والسيطرة عليها وبعد السيطرة عليها إلى نوفا ديمتريفكا، وبعدها كما نلاحظ أن الواضح من هذه الأرتال المتوجهة إلى هذه المدن هي الوصول إلى بارفينكوفا، وبالتالي سيقطعون الطريق الذي تعتمد عليه القوات الأوكرانية بشكل كبير، هو طريق يمتد إلى سلوفيانسك من أجل إمدادها. القوات الروسية واضح تبحث عن إغلاق هذه المنطقة، السيطرة عليها، وبالتالي قطع هذه الإمدادات، وبالتالي سنرى بأننا أمام ضغط قادم من الغرب من الشمال ومن الشرق، وإن تمكنت طبعا القوات الروسية من السيطرة على باخموت فسيعني الكثير التقدم بهذا الاتجاه، ومنها طبعا إلى كراماتورسك. أما بالنسبة إلى دانييتسك وما يجري فيها هذه المدينة المهمة إلى الشمال، فهذه تعتبر نقطة الصدام المهمة جدا الأخرى التي تأتي بالنسبة للقوات الروسية بالتوقف في هذه المنطقة الآن التي نراها. فقط لنتعرف عن ما يجري، فإن طبعا القوات الروسية هي مسيطرة، هي ومن طبعا الجماعات التي هي موالية لهم في هذه المنطقة، هذه هي طبعا دانييتسك التي نتحدث عنها. المناطق التي تأتي فيها الاشتباكات هي تأتي بهذا الاتجاه، وهذه منطقة أخرى وهي بيسكي بهذا الاتجاه، وكذلك هذه منطقة أخرى وهي أفدييفكا بهذا الاتجاه. بالتالي بالنسبة للقوات الروسية وما بدأت تضغط عليه، هي بدأت تضغط على هذه المنطقة وبدأت تضغط على هذه المنطقة، لا تحقق الكثير من التقدم لكن هو ضغط عالي جدا، وهنا منطقة مهمة جدا هي التي قوات الروسية بدأت تتقدم باتجاهها، وهي منطقة كراسنوغورفكا بهذا الاتجاه. بالنسبة لهذه المنطقة اقتربت منها القوات الروسية وأصبحت على التماس مع القوات الأوكرانية في المواجهة، والواضح جدا في ظل هذا التقدم بأنهم قد يصلون إلى هذه المنطقة فعلا، وهذا هو الهدف العسكري من أجل قطع هذه المناطق وخنق هذه المناطق لدفع القوات الأوكرانية إلى الخلف وإجبارها على ذلك، حتى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب من المواطنين في دانييتسك الانسحاب بسبب القصف المكثف الكبير الذي يأتي من القوات الروسية من أجل السيطرة على دانييتسك، وبالتالي تغير كبير جدا فعلا. القوات الروسية تهدف للبقاء في هذه المنطقة، تهدف لكسب الشرق الأوسط
ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بالمرصاد وتراقب كل صغيرة وكبيرة تجري في الشرق الأوسط، والتركيز اليوم بشكل واضح على العراق والمتغيرات التي ممكن أن تكون لهم مفيدة في ظل هذا الصراع الكبير مع المحور الروسي الصيني الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.